مجالات التنمية كتير تتمحور لحتى تكون ناجحة، صدقوني، على أهمية دور المرأة والالتفات إلى احتياجات المرأة، لأن المرأة هي صلب العائلة وكل احتياجات العائلة لازم تكون مأخوذة بعين الاعتبار من منظار المرأة، لأن هي الأم، هي الأخت، هي الابنة، هي العاملة بالبيت بمصاري لا تقدر. نحن ما بنعتبر انه عمل البيت حقه مصاري، مع انه نحن كلنا بنعرف اذا استعنا بخدمات منزليه بنعرف انه هيدي حقها مصاري كثير وبتقرش كثير. هي ايضا العامله في المجال الاقتصادي والتنموي بالبلد بكل الادوار يلي والمناصب يلي بتشتغلها، وبتشتغلها بكثير مجالات لانها قادره وعندها كل المؤهلات وكل الشهادات يلي بتخليها تستلم اعلى المراكز. لا فرق بالوظائف وتخصيص الوظائف حسب النوع الاجتماعي. للأسف النوع الاجتماعي بيعطينا نظرة نمطية إذا نحن طلعنا فيها من منظور ذكوري يشحف بحق المرأة. كرمال هيك ما احنا بدنا نلتفت ان المرأة قادرة على كل المستويات وبكل المجالات وبكل انواع الوظائف، شو ما كانت، من شوفير تاكسي لميكانيسيان لكهربجي، لا انها تكون مستلمة اعلى المناصب المهنية والاكاديمية بكل المجالات. مثل ما قلنا المرأة أساس بالمجتمع، وللأسف القوانين مشحفة بحقها، وفي كتير عنا تمييز ضد المرأة، ونحن بنعرف إنه هناك جهود عالمية لنحد من التمييز ضد المرأة، لنحد من العنف ضد المرأة، لنحد من التنمر بالمجالات الاقتصادية والسياسية ضد المرأة. أنا مش عم بحكي وشدد على هذا الدور لأنه نحن بس بدنا نحكي عن حقوق المرأة، كلا، لأنه نحن بدنا نفعل، مش بس بدنا نحكي، بدنا نفعل. يعني كل ما هناك من تمييز لازم نوقفه، من أبسط الأمور إنه المرأة تعمل باسبور لأولادها، من أبسط الأمور إنه المرأة تفتح حساب مصرفي لأولادها، من أبسط الأمور إنه المرأة تعطي الجنسية لأولادها، من أبسط الأمور إنه المرأة تدير شؤون عائلتها بالتساوي مع الرجل على اختلاف الانتماءات الثقافية والاجتماعية يلي نحن بتكون عم تحكمنا وأوقات تحد من دور المرأة وحركة المرأة بموضوع التنمية، بموضوع التربية للأطفال، مع العلم انه المدارس تقوم لانه عنا معلمات اكثر من معلمين، الاعمال تقوم لانه عنا موظفات اكثر من موظفين، يمكن لانه بلبنان المعاشات عم بتخلي الناس تروح خاصة الذكور يشتغلوا برا لحتى يأمنوا عيالهم. هلأ للأسف صارت كل المعاشات بالبلد غير مناسبة، ويمكن ظروف والفرص برا كمان غير مناسبة، بس نحن فينا نشوف ونطلع ونلاقي انه حتى بالمجالات العالمية المرأة اللبنانية مثل المرأة بكل دول العالم تبرع لأنها قادرة. علينا انه نكسر النمطية بنظرتنا الى المرأة، نعطيها كامل الحقوق لأنها فعلا تلتزم بكامل الواجبات. أنا قررت جرب حظي بالعمل السياسي، مع أنه يمكن خبرتي بالشغل بالتنمية خلتني أكون متأكدة أنه إذا ما في إرادة سياسية ما في عمل تنموي مستدام بصير. دور المرأة بالسياسي ودور المرأة بصنع القرار شغل كتير مهمة، تفتح مجالات أوسع لتكون كل المشاريع التنموية طابع الاستدامة فيها طاغي، ومش محصور إنه خلص المشروع، خلصت الفائدة منه، توقفت كل الفرص اللي كانت متوفرة من وراء. أنا قررت إنه اشتغل أو اترشح عن المقعد الماروني بالشوف، لأن بحس إنه كلنا قادرين إنه نعطي شيء يفيد مجتمعاتنا ويعطي فرصة أكبر للشباب وللستات خاصة وين ما كنا موجودين على مساحة الوطن.